العقول تتفاوت بحسب ما فيها من علم وإدراك وكذلك النفوس تتفاوت في همها بقدر ما يشغلها من هم أمتها هناك من همه كما وصفه الشيخ الشهيد حسن البنا رحمه الله لقمة لينة ومركب فاره وحلة جميلة ونوم مريحة ومظهر كاذب ولقب أجوف وهناك من صنع الهم فيه عقلا متحفزا لا يكف عن التفكير بالامه وحاجاتها وما يصلح حالها لا يياس ولا يستسلم ولا يستريح قالوا دخل الشيخ الامام ابو سعيد الواسطي على الامام احمد بن حنبل وهو في الحبس في محنته قبل ان يضربوه والناس في الخارج ينتظرون راي الامام فقال الواسطي يا ابا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وانت معذور يعني قل لهم اللي يريدونه فرد الامام ان كان هذا عقلك يا ابا سعيد فقد استراحت استراح الواسطي واستراح غيره الذين يبحثون عن الاعذار حتى يؤثروا السلامه على مقاومه الباطل والتضحيه من اجل امتهم، اما الامام احمد فكانت راحته في شان عظيم حتى غدا في ثباته وصلاحه حديث الاولين والاخرين. ما قصه الامام احمد ومحنته وكيف خرج منها منتصرا؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، الامام احمد بن حنبل علو الهمه والعقول المستريحه ولد الامام احمد بن حنبل الشيباني عام 164 هجريه ونشا يتيما ما راى لا ابا ولا جده ولم تتزوج امه بعد وفاه زوجها واثرت ان تتولى تربيه ابنها والتفرغ له وجعلت حياتها كلها لابنها احمد فشب على القناعة وعلى العزة وقوة العزم وجهته امه من نعومة اظفاره الى العلم فحفظ القرآن الكريم وظهرت عليه علامات النبوغ والجدية مقترنة بالخلق الجميل والحسن هكذا التربية اذا الام تفرغت وكانت حريصة على العلم والاخلاق حتى اذا استكمل علوم الدين واللغة درس الفقه لكنه ميله كان نحو علم الحديث وكانت همته في علم الحديث عالية جدا تنقل وسافر الأسفار العظيمة لأجل طلب أحيانا أحاديث قليلة جدا وكان ينتقي شيوخه من ذوي العلم العميق والإيمان والأخلاق العالية فاختار شيوخه وزاد عدد شيوخه عن مئة عالم من كبار العلماء تأثر بهم كان لهم دور كبير في بناء شخصيته. أبرز هؤلاء العلماء الذين تربى على أيديهم هشيم ابن بشير. لازمه الإمام أحمد أربع سنوات. هذا هشيم كان يرى جواز الخروج على الحاكم إذا ظلم وإذا جار. وكان ثار بنفسه هشيم. إمام يعني الذي علم الإمام أحمد العلم ثار ضد الطغيان العباسي مع إبراهيم. شقيق محمد ذو النفس الزكية كان في ثورة عظيمة اشترك بها عدد كبير من العلماء يسمونها ثورة محمد ذو النفس الزكية وشقيقه ابراهيم ارجعوا لها موجودة في التاريخ معروفة بهذا الاسم وقتل ولد ابن هشيم قتل في هذه الثورة وكان من شيوخ الامام احمد الامام الشافعي الذي تعلم منه الامام احمد اصول الاستنباط ومن علمائه الكبار الامام الجليل عبد الرزاق الصنعاني امام اهل اليمن ومن اعظم من تربى وتعلم على يديه الامام احمد امام عصره يزيد بن هارون وهكذا عاش الامام احمد بن حنبل يطلب العلم بهمه عاليه ما اكترث من اجل العلم ما اكترث بمتاع الدنيا وملذاتها كان يعيش في بيت ضيق متواضع كان يكتفي بالتمر او بكسره خبز يبللها بماء هكذا كان يعيش يعني انا تتبعت سيره الامام احمد في منتهى الفقر لم يشتري في حياته كلها من الفاكهه الا بطيخ وعنب في كل حياته وكان يقول الخوف يعني من الله عز وجل يمنعني اكل الطعام والشراب واذا ذكرت الموت هان علي كل امر الدنيا انما هو طعام دون طعام يعني طعام بس اعيش ولباس دون لباس ما اريد ملابس ترفهني ملابس تسترني فقط يقول يكمل كلامه وانها ايام قلائل ما اعدل بالفقر شيئا ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر حتى الشهرة لا أريدها أريد فقط أن أنجو عند الله عز وجل كان في منتهى العمق في علاقته مع الله عز وجل وكان من قراراته التي أصدرها على نفسه لا لم يصدرها للناس لكن على نفسه كان لا يقبل هدية ولا عطاء من أحد وكان ينفر من مال الخلفاء الذي يوزعونه على العلماء فيشترون به ألسنتهم وأحيانا علمهم كان يعيش على ايجار يقولون غله عقار ايجار عقار ورثه عن ابيه ما يكفيه لا تكاد تسد تسد حاجته اذا ضاقت عليه الامور حتى هذا ما هو كفيه ذهب ينسج من ملابس ويبيع النسيج هكذا كان يعيش الامام احمد وكما رفض الامام احمد عطايا الحكام وهدايا التجار رفض المناصب الرسميه، رفض القضاء كان يرى ان التولي اسمعوا هكذا كان هو في دوله عباسيه تحكم بشرع الله ما هو دول اليوم شرع الله وراء ظهورهم كان رفض اخذ اي منصب رسمي في الدوله العباسيه لانها يعتبرها دوله ظالمه، فرفض القضاء وكان يرى ان التولي اي منصب من قبل الظالمين عون للظالمين وكان لا يداهن كان لا يجامل كان ينكر المنكر دون ابطاء اذا راى منكر ما يتاخر وليت اليوم من يدعون اتباع الامام احمد يا ريتهم اللي يسيرون على نهجه في رفض لا نقول لا تاخذوا مناصب لكن لا ترضوا بالظلم والظالمين هذه الامامه في الورع في الزهد كانت له مثل ما كانت له الامامه في القران والفقه والحديث والسنه هذا الجمع جعلت من الامام احمد بن حنبل اماما في كل هذا لكنه كان ايضا اماما اماما في الرجوله في الاراده الصلبه في الصبر في الثبات على المبدا والحق كان اماما في علو الهمه لا يستريح يدافع عن كل ما يؤمن به بالذات طبعا عن عقيدته يذب عن دينه يحميه يتصدى للبدع يتصدى للشعوذات وطبعا كان اخطر ما ظهر في زمانه الرده الجديده التي كادت تودي ليس بالمسلمين بل بالاسلام نفسه باسس الدين وهي فتنه القول بخلق القران. لعلكم سمعتوا ان في فتنه تسمى خلق القرآن، ما هي باختصار؟ باختصار القول بخلق القرآن، القول ان القرآن الكريم مخلوق، ان الله سبحانه وتعالى هذا كان اصلها، ان الله تعالى خلق القرآن، لماذا خلق القرآن؟ لانه لا يتكلم، الله لا يتكلم، لماذا لا يتكلم؟ لان الكلام يتجدد والله تعالى لا يتجدد، هكذا فهموها. يريد ان ينزه الله فالغوا صفه من صفات الله الغوا صفه من صفات الله تعالى وهي صفه الكلام والقول طبعا بهذا لو سمح به هو بدايه العبث في كل صفات الله تعالى الاخرى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومعنى ان القران مخلوق وليس كلام الله كما ان السماوات والارض والانسان مخلوق فهذا يدل على انه معرض للنقص لان كل مخلوق معرض للنقص وليس كلام الله كما يقولون اذا هو مخلوق اذا قابل للنقص والفناء وهذا لو لو مر كان يسهل الطعن في القران الكريم هذا هذه العقيده تبناها المامون واعلنها في عام 212 هجريه اعلن القول بخلق القران لكن في البدايه لم يجبر احد على هذا لم يلزم احد فيما اعلنه ولو بقي الامر عند هذا الامر لاندثرت الفتنه لان العلماء بقوه حجتهم سيواجهوها جهود العلماء وقوه حجتهم كفيله بدحر هذه الفتن، لكن المامون اصدر اعلانه الثاني بالقول بخلق القران ودعوته الناس بقوه السلطان بل بالسيف اللي ما يقول القران مخلوق يقتل اجبرهم على اعتناق هذه الفكره. وارسل واليه في بغداد ان يمتحن القضاه، قضاه الدوله وفقهاء الدوله. وبدا بسبعه علماء كبار معروفين في بغداد فكلهم استجابوا خوفا من السيف، كلهم اللي يقول الخليفه حاضرين. فاول ارهاب فكري كان في تاريخنا هو ارهاب الدوله والمنحرفين هؤلاء المعتزله وليس اهل السنه الذين ارهبوا الناس. أهل السنة يؤمنون بالحوار لكن الدولة مارست الإرهاب على يد المعتزلة فلما رأى المؤمنون المأمون رأى استجابة هؤلاء الفقهاء الكبار شجعه ذلك لو رفضوا لتوقفت لكن هؤلاء علماء السلاطين يزينون لهم فيتشجعوا أكثر فحفزه ذلك على اختبار الآخرين فامتحن نفر آخرين من العلماء فأحضرهم الوالي الآن الطبقة الثانية المشهورة من ضمنهم أحمد بن حنبل فامتحنهم الخليفة مرة ثم مرة وأحمد يقول القرآن كلام الله تعالى ولا أزيد على ذلك قال له طيب قل هو مخلوق قال له ما أقول فأرسل المأمون يأمر بحمل الرافضين إليه طبعا هذا العفو اللي اختبرهم كان والي بغداد فأمر المأمون لما وصلت الأخبار أن هؤلاء في أربعة رافضين أمر بأن يحملوا إليه وكان في قصر خارج بغداد فوثقوهم ليستجوبهم بنفسه عند هذا التهديد الكل طبعا استسلم إلا أربعة منهم الإمام أحمد بن حنبل فشدوهم في الحديد مع هذا الضغط تراجع اثنين فبقى فقط اثنين إذا انقسم العلماء منهم ملان واستراح من البداية هؤلاء في الغالب علماء السلاطين و... و... في ناس عارضوا لكنهم ما ثبتوا امام جبروت القوه فاجابوا هذا الصنف الثاني لكن الصنف الذي بقى على صموده لم يبقى الا الامام احمد بن حنبل وشاب من العلماء الصغار اسمه محمد بن نوح وسير الامام احمد ومحمد بن نوح الى المامون وكان في ذلك الوقت قد ذهب الى طرسوس فلما وصلوا الى منطقة الرحبة مر بهما رجل من الاعراب من قبيلة ربيعة فسلم على الامام احمد وقال له اسمعوا الكلام الان هذا يقولون عنه كان صياد سمك يقول يا هذا يعني يا امام احمد يكلم يا هذا انتشر الخبر بين الناس انك وافد الناس انت مندوب الناس فلا تكن شؤما عليهم وانك راس الناس اليوم فاياك ان تجيبهم الى ما يدعونك اليه اذا اجبت سيجيب الناس فتحمل اوزارهم يوم القيامه وان كنت تحب الله فاصبر على ما انت فيه فانه ما بينك وبين الجنه الا ان تقتل وانك ان لم تقتل تموت وان عشت عشت حميدا. يقول الامام احمد عن هذا الرجل يقول كان كلامه كلما تذكرته تذكرته هو مما يقوي عزمي. لما اقترب الركب من مكان الخليفه خلاص اخر مرحله اخر راحه قبل الوصول للخليفه وصل خادم من خدام الخليفه يمسح دموعه وقال يقول يكلم الامام احمد يعز علي يا ابا عبد الله والله لقد رايت المامون يسل سيفا وهو يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه الى القول بخلق القران ان يقتلك بذلك السيف فجث الامام احمد على ركبتيه ورفع بصره الى السماء واخذ يدعو سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على اولئك بالضرب والقتل اللهم ان يكن القرآن كلامك ان يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته بما شئت وكيف شئت وهذا هو الدعاء على الظلمه ما الذي حدث بعد ذلك هذا ما سنعرفه بعد الفاصل ان شاء الله حياكم الله مرحبا بكم مع قصه وفكره وقصتنا حول الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وراينا كيف ان الامام احمد لما حاول المعتزله الذين اقنعوا الخليفه ان القران مخلوق وليس كلام الله ان يجبروا الناس على هذا في اول ارهاب فكري على الامه تصدى لهم الامام احمد فحاولوا معه فرفض رفضا كاملا فعندها اقسم الخليفه أن يقتله بنفسه، وصلت هذه الأخبار إلى الإمام أحمد قبيل لقائه مع الخليفة، فدعا دعا الإمام أحمد بن حنبل أن لا يريه الله المأمون، إن شاء الله ما أشوفه وقال: اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته بما شئت وكيف شئت، وهذا هو الدعاء للظالمين اكفنا مؤونتهم بما شئت وكيف شئت. ما مضت تلك الليله حتى جاء الصريخ من من قصر الخليفه ان المامون قد مات. مات المامون! مات المامون بدعاء هذا الشيخ العظيم. مات المامون لكنه كان قد اوصى اخاه الخليفه الذي بعد المعتصم بالتمسك بدعوه خلق القران. وأن يستعين بالوزير أحمد بن أبي دؤاد هو أحد زعماء المعتزلة المنحرفين وهو الذي كان ينفخ في نار في جمر الفتنة خليفة المعتصم يختلف عن المأمون المأمون رغم كل انحرافه لكن يقولون عنه كان مهتما بالعلوم والآداب وال وال يعني الفكر والشعر أما الخليفة المعتصم يقولون عنه رجل حرب عسكري ليس رجل علم فما عنده اي علم فقط قضية عسكرية فاستغل بن ابن ابي دؤاد استغل ذلك وحرك الفتنة من جديد والمعتصم معاه ورد احمد بن حنبل ومحمد بن نوح باقيادهما الى بغداد في الطريق مرض محمد بن نوح هذا الشاب العالم المسلم الذي صمد مع الامام احمد فلما احس بالموت يدنو منه قال يكلم الامام احمد يا ابا عبد الله 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 انك لست مثلي انت رجل يقتدى بك قد مد الخلق اعناقهم قد مد الخلق اعناقهم اليك لما يكون منك ينتظرون موقفك فاتق الله واثبت لامر الله هنا في معنى عندما تحدث الفتن يجوز لعامه الناس ويجوز لمن غير معروف ان ياخذ الرخصه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، لكن لا يجوز للدعاة المشهورين والعلماء المرموقين لا يجوز لهم اخذ الرخصه لان الناس تقتدي بهم هذه عقول المستريحين العقل المستريح والله يجوز لي والله كذا والله كنت مضطر هذا يجوز للعامه يجوز لي لحتى بعض الناس غير المشهورين لكن اذا اشتهر الانسان واقتدى به الناس لعلمه لفكره لمكانته لا يجوز له ان ياخذ بالرخصه يجب ان يقف مع الحق ولو ضحى بدمه واهله يجب ان يقف مع الحق وهذه معنى الوصيه التي اوصاها هذا الشاب العظيم محمد بن نوح وفعلا مات رحمه الله تعالى وصلى عليه الامام احمد ثم صدر القرار بحبس الامام احمد فقال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، سجن ولا اغير ديني واغير مبادئي ومواقفي مهما خسرنا من اجل مبادئنا ننام مرتاحين ننام وقد ارضينا ضمائرنا ثم اخذوه الى دار الخلافه نفسها وادخلوها على هذا الخليفة العسكري المعتصم وعنده زعيم الفتنة احمد ابن ابي دؤاد رئيس المعتزلة وهو صار الان رئيس الوزراء ايضا وجمع عدد كبير من علماء الفتنة واذن للامام فجلس يقول الامام فجلست وقد اثقلتني القيود حديد ملي ايدي ورجلي فمكثت قليلا ثم قلت له أتأذن لي يا أمير المؤمنين في الكلام قال تكلم قال الإمام إلى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت الخليفة قليلا ثم قال دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال الإمام وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال الإمام إن جدك ابن عباس يقول الآن يروي حديث هو من رواة الحديث الكبار حديث عن الإمام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لما قدم وفد بن عبد قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان قال أتدرون ما الإيمان قال قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس وأنا أقر بهذا يعني أنت ليش قاعد يعني تعذبني أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر الناس ما غيرت لماذا تعذبني فقال المعتصم والله لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي أنا استلمتك من خليفة اللي قبلي ما عرضت لك ما كنت افتنك فظن الامام ان في هذا فرج لكن المعتصم طلب طبعا لا يعرف لا علم ولا شيء طلب من الحاضرين ناقشوه فبدأوا يناقشون وهو يرد عليهم ويسكتهم بلا بالأحي... أحد فإذا سكتوا تدخل ابن أبي دؤاد وقال يا أمير المؤمنين هذا والله ضال مضل مبتدع هؤلاء قضاتك والفقهاء <applause> العلماء معك فاسألهم فيسالهم الخليفه ما يعرف شيء مسكين ما ماذا تقولون؟ من اللي صح؟ فيقول هؤلاء شوفوا لما نتكلم احنا عن علماء السلاطين احنا ما قاعد نتكلم من فراغ هؤلاء اللي يقول اضرب بالمليان واللي يقول هؤلاء دمهم حلال وامثاله ما يقولون؟ قالوا ماذا ماذا تقولون في في الامام احمد؟ سالهم فقالوا ضال مبتدع وعلى صوت الامام على اصواتهم بالحجه والدليل فاعياهم فردوه الى السجن مره اخرى وهكذا علماء السلاطين يزينون للحكام الباطل بل حتى قتل مخالفيهم وقمعهم والمشهد يتكرر اليوم وأنتم ترونه ثم تكرر المشهد في اليوم التالي ورد الإمام أقوالهم وكلما جاءوا بحجة من, من علم الكلام من علم المنطق قال لا أدري ما هذا ايش بأيش قاعد تناقشوا أنا قاعد أتكلم أدلة شرعية هذا الذي أنا أتعامل معه تتكلموا عن من منطق جيبوا لي ادله شرعيه نتكلم عن قضيه شرعيه، القران كلام الله ولا مخلوق. واستمر الحال على هذا حتى المغرب فمل المعتصم فامر بالجميع ان يخرجوا وبقى هو والامام احمد وابن ابي دؤاد. وجاء اليه حاول قال لا بس قول لي له بس قل لنا هالكلمه وريحنا. فرفض الامام احمد فردوه الى السجن، فلما كان اليوم الثالث وطالت المناظرات أمر الخليفة مرة أخرى بالإمام فخرجوا ثم قال اسمعوا قال يا ويحك يا أحمد أجبني كلمة واحدة بس قل لي القرآن مخلوق حتى أخلي عنك بيدي فلم يتراجع الإمام أحمد فنادى الحراس وأمر الخليفة فربط على آلة خشبية وبدأوا يشدوا يديه ويشدوا حتى خلعوا يده من كتفه فأشفق عليه المعتصم لكن ابن ابي دؤاد شوفوا علماء السلاطين مره اخرى اغراه قال يا امير المؤمنين والله اذا تركته يقولون غلب خليفتين غلبك واخوك اللي قبلك وهنا اشتط فامر بضربه بالسياط فتناوبوا عليه هذا يضرب صوتين والاخر ثلاث كل واحد كل واحد يتعب الاخر يبدا ثم قام اليه المعتصم وقال يا احمد على ما تقتل نفسك إني والله عليك لشفيق وجعل يؤنب والعلماء الموجودين يؤنبوه ثم صرخ واحد منهم ها تذكروا مثل هذه الأقوال يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله يفتو بقتله كما أفتى غيرهم بقتل المتظاهرين فأمر المعتصم بمواصلة الضرب ثم قال أجبني إلى أي شيء ولو كلام كذا يسهل المسألة مش شرط تقول القرآن مخلوق والله أطلق علي أطلقك بيدي فلم يجبه فأمر بجلده وجلده وجلده حتى أغشي عليه ثم كبوه على وجهه إمام أحمد على وجهه وبدأوا يمشون عليه يدوسون عليه وهو مغمى عليه لا يشعر بشيء استفاق في اليوم التالي وضج الناس الناس الان بالالاف بدأوا يتجمعوا حول دار الخلافة يطالبوا باخراج الامام احمد وبدأ يلوح في الافق نذير ثورة لما شعر الخليفة بهذا وان الامر سيتحول الى ثورة عارمة اخلى سبيله بعد ان مضى امضى في السجن ثمانية وعشرين شهر وجاء الناس اليه يسالونه ماذا قلت حتى نقول قالوا ما عسى ان نقول اكتبوا واشهدوا ان القران كلام الله وليس بمخلوق هكذا اذا صمد اصحاب الحق واذا صمد اصحاب الحق سوف يتراجع الباطل لكن اذا توقف اصحاب الحق عن المطالبه بحقهم ولو يوم واحد توقفوا سيستقر الباطل مات المعتصم وتولى بعده ابنه الواثق فجاء وحمل نفس الفكره لكنه لم يتعرض للامام واكتفى باخراجه من بغداد واوقفه عن التدريس وجعله في اقامه جبريه ومات الواثق والناس في محنه ثم جاء المتوكل واستلم الخلافة سنة 232 هجرية فاطفأ نيران البدعة واقصى المعتزلة وقرب اهل السنة وجاء بنفسه وتودد الى الامام وانتهت هذه المحنة بزوال الباطل لم يكن الامام وحده الذي تعرضت له المحنة تدت الفتنة في انحاء كل دولة الخلافة ضاقت السجون بالعلماء والفقهاء الرافضين لهذا الباطل كما تضيق السجون اليوم بالرافضين للانقلابات العسكريه والرافضين للاستبداد اثبتت المحنه صدق عزيمه الامام احمد واخوانه من العلماء الذين صمدوا وقوه ارادتهم وتحملهم اعتصامهم بالله توكلهم عليه هو سر قوتهم سر هيبتهم بلغ سمو روحه وشرف طبعه ان جعل كل اذاه في حل عفى عن كلهم الا اهل البدعه وكان يتلو للناس دوما وليعفو وليصفحوا في يوم الجمعة 12 عشر من ربيع الأول من سنة 241 هجرية في يوم المولد النبوي أسلم الإمام روحه لبارئها وكان عمره 77 سنة تزاحم الناس في الطرقات ليشهدوا جنازته حتى بلغوا مئات الالوف في روايه الف الف مليون واحد صلوا عليه. رحم الله الامام العظيم احمد بن حنبل رحمه الله. تمور الحياه بالاحداث في عمليه تدافع وصراع بين الحق والباطل. والناس تبعا لما يحدث حولهم اصناف ثلاثه. صنف مثل الامام احمد توهج الحق في قلبه. فأحس بالقلق المحمود في عقله فإذا همه قد كبر فكبرت همته فقام ينصر الحق وينصر اهله ويدفع الباطل وجمعه، وصنف اخر لحقت به روح الانهزام وتقيد باليأس والإحباط فثبط غيره بل تمالأ مع الباطل فهو والباطل سواء، وصنف ثالث يتمنى الاماني ثم هو لا يسعى الى تحقيقها يقف متفرجا او اغلق عليه بابه يقول ما لي ولهذا فاستراح في ظنه صاحب العقل المستريح ليس عنده هدف ولا عنده طموح يدفعه ولا غيره تحركه ارادته ضعيفه يبحث عن اعذار يتتبع الرخص يكثر كلامه يكثر جدله لكن تقل افعاله يردد ما يناصر هواه وحياته ليس فيها جديه ولا عنده شعور بالمسؤوليه قبل ان استودعكم الله انشروا عنا لما طلب الواسطي من الامام احمد التنازل لما يريده الظلمه حرصا على نفسه رد عليه قائلا يا ابا سعيد ان كان هذا عقلك فقد استرحت